السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا في المحاضرة السابقة هنا عند البيولوجيكال هالف لايف خدناها، واليوم هنبدأ إن شاء الله في الفاكتورز ذات انفلونس دراج دوز اند اكشن، العوامل التي تؤثر على جودة الدواء والعمل. قبل ما نبدأ مراجعة سريعة للي خدناه، خدنا هنا تعرفنا على كملنا اللي هو ديستريبيوشن توزيع الدواء، وقلنا بتأثر بالبلاد سبلاي وبتأثر بإذا الدواء ارتبط بالروتين أو لا. الحواجز الفسيولوجية قلنا عندنا ثلاث حاجزين بي بي بي، وبكون هذا سيلكتيف فقط بيسمح بدخول الليبيد سولبل على الدماغ، وفي عندنا البي بي تبع حاجز المشيمة هو نون سيلكتيف. وخدنا مصطلح مهم جدا التيراتوجينيك، هي الأدوية اللي تؤثر على الجنين في أول ثلاث شهور من الحمل. تصنيف الأدوية قلنا إيه؟ يعني لا يؤثر سلبا تأثير إيجابي على الحول، فيش له تأثير سلبا، فيش له أي تأثير جانبي على الحول من الإنسان والحيوان. دي قلنا الفوائد أكثر من الأضرار، إكس قلنا بدنا شيء الضرر أكثر من الفائدة. أما بي وسي قلنا بي وسي الاثنين لهم دراسات كافية على الحيوانات، وفيش دراسات كافية على الإنسان. بي هذه قلنا أثار إيجابية على الحيوان، أما سي أثار سلبية على الحيوان. لكن بي الثانية قلنا أنه هي عبارة عن إيش، دراسات على الحيوان أظهرت أثار سلبي لكن على الإنسان لم تظهر أي أثار سلبية. لكن سي قلنا أنه لا يوجد أي دراسات على الإنسان ولا على الحيوان. قلنا الميتابوليزم هو الأيض، تحويل إلى مادة أكثر قابلية للاستهلاك ولا إخراجها من الجسم. الليفر هو أهم أو أكثر مكان ستيم في أيض للدواء. تأخر أيض الدواء وطوله في الجسم، مشاكل في الكبد، مشاكل في القلب، الطفل مش ناضج، كبر في السن. الإكسكريشن قلنا مكان هي أهم شيء الكلى، لكن في أماكن أخرى زي اللعاب والعرق والدموع وما وحليب البريست، حليب الثدي. والأونست أوف أكشن قلنا بداية مفعول الدواء من حد ما يدخل الجسم لحد ما نلاحظ أول تأثير عليه. لكن البيك أوف أكتيفيتي ذروة النشاط، مش أنت بتقول في المصريين بيقولوا يا بي يا بيك، يعني بي إيش كبير، فالبيك فبكون وصل الدواء إيش لأعلى ذروة له، بكون الكونسنتريشن تبعه انه البيك بتتزامن مع اعلى كونسنتريشن، مع اعلى تركيز الدواء في الدم. للديوريشن وقت الدواء قلنا في الجامعه، اذا الدواء من اول ما يدخل لما يطلع من الجسم يسموه الديوريشن. وخدنا البيولوجيكال هالف لايف اللي هو الوقت الذي يحتاج الدواء لكي يتخلص من نصف الكميه. ساعه اذا هو 100% عشان نتخلص من النص بدك ساعه، طيب عشان تخلص من نص النص بدك كمان ساعة، نص النص بدك كمان ساعة، وهكذا. هنا توقفنا، نكمل اليوم من بعدها. بقول لي هنا انه عندنا اشي اسمه، بقول لي فاكتورز عوامل ذات انفلونس بتأثر على الدراج دوز جودة الدواء and action وفعل الدواء. العوامل اللي تؤثر على جودة الدواء والعمل، يعني ايش في عوامل ممكن تخلي الجرعة قليلة ومفعولها قوي، ممكن تكون كبيرة ومفعولها مش قوي. في عدة عوامل، أول عامل عندنا الإيج اللي هو العمر. العمر يؤثر على الجرعة اللام بتعطيها للشخص وعلى تأثير الدواء على هذا الشخص. طيب نقول لي هنا children أطفال and elderly كبار السن person، يعني الأشخاص كبار السن والأطفال are highly responsive to drug، هم لهم استجابة أكبر على الدواء. ليش؟ لأنه الطفل أصلا حجمه صغير، تمام، وبكون عنده أحيانا فيش نضج، وكبار السن بكون عنده المناعة وبكون عنده الكبد مشاكل، فبكون الدواء بيضل في الجسم لوقت أطول عنده، وبالتالي بكون تأثيره أكتر. فالآثار تأثير الدواء على الأطفال وكبار السن بكون أكبر بنسبة أكبر من الناس العاديين. طيب بقول لي الإنفانت هم الأطفال من 28 يوم لسنة، often have immature hepatic، بكونوا غالبا عندهم immature يعني ناضج، immature مش ناضج، hepatic اللي هو كبد، بكون عندهم الكبد مش ناضج، and renal system وكمان الكلى مش ناضجة، and therefore بالتالي يعني لا أيض ناضج ولا الإخراج ناضج، وبالتالي بيضل الدواء في الجسم أكبر وقت ممكن، وبالتالي تأثيره رح يكون أكثر من الشخص العادي، and therefore وبالتالي incomplete metabolic، بكون الميتابوليك الأيض يعني complete كامل، incomplete مش كامل، and excretory mechanism والإخراج يعني لا إخراج بيكون عنده كامل لأنه الكلى لسه مش ناضجة، ولا الأيض عنده كامل لأنه الكبد مش ناضج. طيب هذا كلام احنا عارفينه. بقول لي ملاحظة، aged individualized اللي هو يعني الأفراد، أعمار الأفراد may demonstrate يعني أنه قد يظهر different response، قد يظهر أعمار الأفراد قد تظهر استجابات مختلفة to drug therapy للعلاج بالدواء.
ليش؟ انه الاطفال الاعمار المختلفه قد تظهر استجابه ايش مختلفه بكوز هي السبب اوف ديتيريوريشن اوف هيباتيك اند ريال فانكشن بسبب تدهور الكلى والكبد. يعني كان طفل عمره سنه اعطيه دواء، هذا الدواء ما ياثرش فيه، وطفل تاني بنفس الدواء نفس الجرعه نفس العمر ياثر فيه. ليش؟ بكون واحد عنده فيهم ايش مشكله في الكبد ومشكله في الكلى مش نضجي، which is often والتي هي accompanied by يعني تتزامن مع ال consequent disease process زي ال CVD اللي هو cardiovascular disease. يعني هذه وظائف الكبد والكلى بتكون دائما مصحوب بإيش؟ بمرض في القلب، مرض القلب ال CVD C cardiovascular disease، لأنه قلنا القلب هو وصل الدم والدم هو وصل الدواء. إذا في مشكلة في القلب في مشكلة في الأيض والإخراج، في مشكلة في الكلى، في مشكلة في الكبد، أي مشكلة في هذول الشغلات ممكن تأثر على الأيض الدواء وعلى إخراج. نيجي هنا على شغلة مهمة جدا جدا very very important اللي هي جرعة الدواء للأطفال. الطفل بعضهوش أنا جرعة زي البالغين والكبار، في إله حسبة معينة، في قانون بحسب عليه الجرعة اللي أنا بدي أعطيها للطفل. أنا عندي أخوي نزل 10 سنين، لما أنا بدي أجيب حبوب الدواء اللي بعطيه للشخص البالغ 500 ملي جرام، قبل ما أعطيه لأخوي الصغير بدي أعمل حسبة، أخوي بدوش 500 يمكن بده 250، بدنا نحسب له إياها، نتعلم. في عندنا قانونين، في ناس قال لك أنا بدي أحسب جرعة الأطفال حسب عمرهم، حسب العمر سنتين، خمسة، 10، يقول لك لا، في ناس أعمارهم 5 سنين لكن وزنه زي 4 3 سنين، بدي أنا أحسب على الوزن. طب احنا امين ولا امين؟ نمشي على التنتين. قال لك دوز ادجستمنت اون بيبيز، يعني حكم على الجرعه، تحكم تجيب انت حسب الجرعه على الاطفال ان ايج، يعني حسب العمر، بدك تحسب جرعه الطفل حسب عمره. بسموها ايش؟ يانج فورمولا، اللي هو مين؟ يانج طفل فورمولا، اللي هو قانون، قانون حسب جرعه الاطفال حسب مين؟ حسب الايج الوزن. قانون سهل وحلو ولذيذ وبخوفش. قال لك ايش القانون بيقول؟ قال لك هات لي عمر الطفل بالسنين، عمره كم سنه الطفل، قسم لي عمر الطفل بالسنوات على عمره زائد 12. في صعبه يعني؟ عمرك على عمرك زائد 12، عمر الطفل على عمر الطفل زائد 12، طبعا العمر بالسنوات، ضرب ادلت دوز، ضرب الجرعه التي تعطى للبالغين. مثلا طفل عمره سنتين بده ياخذ دواء روسفن، هذا روسفن بنعطيه احنا للبالغين 1 جرام، كيف بدي اعمل له؟ بقول عمره سنتين 2 على 2 زائد 12 يعني على 14، 2 على 14 ضرب 1 جرام. صعبه؟ مش صعبه، طبعا هنا ممكن بحسبوها حسب الجرعه نفسها. المهم حسبناها وتوخي القانون سهل ويا محلى حسب العمر، لو قال لك عمره قول له عمره على عمره زائد 12 ضرب جرعة البالغين. طبعا القانونين تم ضرب جرعة البالغين، فانت احفظ لي بس هاي التنتين، عمره على عمره زائد 12، هذه اللي على اليمين الضرب انت عرفها تضربها في جرعة البالغين. طب القانون الثاني قال لك حسب الويت، حسب وزنه، بسموه كلاريك فورمولا، اللي هو طبعا يعني قانون بيحسب جرعة الطفل حسب وزنه. قال لك بين قوسين انه الواحد كيلو جرام تساوي 2.2 باوند، طبعا في الامتحان بيجيب لك اياها جاهزه يعني مش تقدر تحول، بس انتوا عرفوا يعني انكم العلم مش مطلوبه كمان، انه الواحد جرام هو عباره عن 2.2 بالباوند. طيب ايش القانون بقول هنا؟ قال لك وزن الطفل بالباوند. ففي الامتحان ما حدش يتفلسف لو سمحتوا، ما حدش يتفلسف ويحول لي من باوند لباوند، لانه الدكتور مسهل علينا وجيبنا في الامتحان الجرعه بالباوند وحكى لنا في المحاضره يا شباب ما حدش يحول للباوند، ما حدش يحفظ هذا القانون، انا قلت لكم في الامتحان هجيب لكم اياها بالباوند. على الرغم من هيك في طلاب حولوا من باوند لباوند وما انتبهوش، فانت ريح حالك، الوزن الطفل بيجي في الامتحان بالباوند، فانت قال لك وزن الطفل بالباوند على 150 ضرب جرعة البالغين. تمام؟ لو شفت انت امتحان خارجي من برا جامعة تانية لقيتها بالكيلو حولها للباوند. القانون بإيش؟ القانون يتكلم بالباوند لأنه هذا قانون أمريكي، وأمريكا عندنا بتشغل بالباوند، أو يعني بريطانيا وشي زي هيك شغلهم برا في الباوند. فالقانون بيقول وزن الطفل بالباوند على 150 ضرب جرعة البالغين. فعندنا قانونين، قال لك عمر بتقول له عمره على عمره زائد 12 ضرب البالغين دوز، قال لك وزن قول له وزنه بالباوند على
150 ضرب البلغي. فانت انسان لهذا انسان، يعني هذا انت معروف، هذا شيء ثابت. اللي بيتغير مين؟ اذا بالعمر، عمره على عمره زائد 12. اما بالوزن، وزنه على 150. وزنه على كم؟ على 150. تنسهوش، مهم جدا، سهل جدا. فقال لنا اعتبر انه عندك طفل عمره وزنه 2 كيلوغرام، والجول على البالغين 210، 210 ملي جرام. فبقول له انا 2 على 2 زائد 12 ضرب 210، طلع 130 ملي جرام. شايفين البالغ بده 210 ملي جرام، لكن الطفل هذا و2 كيلو بده 30 ملي جرام. شايفين قديش الفرق؟ فرق كبير جدا، وهي كمان على العمر. قال لي طفل على الوزن، قال لي وزنه 33 باوند على نفس الدواء، 33 على 150 ضرب 210 طلع 46.2. هاي الجملة بتعرفكم شغلة تانية، انه مش شرط انه على القانونين يطلع نفس الجرعة. شايفين فهنا طلع 30 ملي جرام، هنا طلع كم؟ 46 ملي جرام. في طلاب صار حسب، طبعا في الامتحان لو يجيب لك سؤال بدك تحسب على التنتين، بدك تحسب على الوزن وعلى العمر، فانت تلاقيش انه طلع معك رقمين مختلفين تقول غلط. لا، عادي جدا انه يطلع رقمين مختلفين، تمام؟ عادي جدا، مع انه الكتاب جيب لك قانون هنا مثال انه نفس الشيء. طلع مثال الكتاب قال لك طفل عمره ثلاث، بيجيك في الامتحان بالضبط طفل عمره 3 سنوات، تمام؟ هذا البادي ويت تبعه 30 باوند. شايفين سهل 30 باوند ريكواير. بما انه في الامتحان اعطاك الوزن والعمر، فارادي انت افهم انه بدك تجيب له الجواب بالاثنين، تجيب له الجرعه عن طريق الوزن والجرعه عن طريق العمر، تمام؟ طيب بتطلب نعطيه درج اكس، اسم الدواء اكس، تمام؟ الادلت دوز جرعه البالغين 100 ملغ، فانت زي الشرط قال لك 3 بتاعت العمر، بتقول 3 على 3 زائد 12 ضرب 100، بتاعت الوزن 30 على 150 ضرب 100. فهي جاب لك باستخدام الايج تبع العمر، عمر 3 سنوات على عمر زائد 12 على 3 زائد 12 ضرب 100 ملغ اللي هي جرعه البالغين، تطلع 3 على 15 ضرب 100 بيطلع 20 ملغ. لكن لما استخدم الوزن، وزن 30 باوند على 150 ضرب 100 طلع 20. هي بالصدفه، بالصدفه يتنسب عمره مع وزنه وش زي هيك يعني، فطلع نفس الجواب. اما عادي جدا يطلع مش نفس الجواب، واصلا لازم في الاغلبيه بيطلع مش نفس الايش، مش نفس الجرعه. لكن الاختلاف مش هالاختلاف اللي بينهم. خلصنا، شيء سهل، حرام يضيع عليكم علامتين في الامتحان. هذا اغلب شيء بيجي السؤال بونص كمان، حرام يضيع علينا. بهم في المستشفى كمان اي حد بينزل اطفال بكره لازم يكون بيعرف القانون. نعدي على الشغله، الفاكتور الثاني بياثر على اللي هو مين؟ بياثر على الجرعه والاسلوب العلاج. قلنا الاشي الاول هو الوزن والعمر، الوزن والعمر، الوزن وايش؟ قلنا والاشي مين هو اللي بياثر على الاطفال؟ اللي هو الايج، العمر. خدنا قانون عليه، نعدى على الاثنين الوزن، بقول لي هنا ذا جريتر ذا ويت، كل ما زاد الوزن ذا جريتر ماست بي ذا دوز. لما لقيت واحد وزنه 100 كيلو بتعطيه جرعه زي بوزنه 50 كيلو؟ طبعا لا. فانا لو وزن 60 كيلو باخذش جرعه دوز زي 100 كيلو، لانه هذا بكون جسمه اكبر بده جرعه اكبر. فقال لك الجريت للوزن جريت ماست بي ذا دوز، لازم كلما زاد الوزن يجب ان تكون الجرعه ايش؟ يجب ان تكون الجرعه اكبر. وهذا شيء بديهي يعني، يعني ابو 50 كيلو بياكل سندوش بيشبع، لكن ابو 100 بده ثلاث عشان يشبع، بده ثلاث ايش؟ ثلاث سندوشات. قال لك النقطه الثانيه، هاو ايفر، مع ذلك بادي ويت وزن الجسم ديو تو فات، في وزن عباره عن عظم، يعني عظمه بكون او لحم فيه بكون مليان، عظمه بسموه ايش؟ عظمه خشن وعنده عضل. لكن في ناس وزنهم دهن، يعني النساء اللي وزنها ثقيل بيكون وزنها ايش؟ عباره عن دهون، اما الرجال عضلات، الرجل عضل، اما النساء بيكون دهن. فقال لي هنا هاويفر، مع ذلك مش قلنا فوق انه كل ما الوزن زاد كل ما الجرعه تزيد؟ قال لي هنا شوف انت هاويفر، يعني جمله عكسيه. قال لك هاويفر، مع ذلك بادي ويت وزن الجسم ديو تو فات او اديما، لما يكون وزنك انت زياده بسبب الدهون او عندك اديما. ايش معنى اديما؟ يعني تجمع سوائل في أنسجة الجسم، هذا مش وزن. فلما وزنك يكون زيادة بسبب الإديمة والفات، إديمة فلويد، should not be taken into consideration، يعني هذا لا يؤخذ بعين الاعتبار، يعني بتعتبر إنه أنت وزنك مش ثقيل، تمام؟ مين اللي بنقول وزنه ثقيل؟ اللي وزنه هذا عبارة عن عظم ومصل عضلات، أما اللي وزنهم زيادة عبارة عن وزن هذا دهون وإديمة، هذا لا يؤخذ بعين الاعتبار. لا يأخذ بعين إيش؟ يعني مش راح نزود الجرعة. طيب for very for very lean، lean يعني نحيف جدا جدا جدا، عودة، لأنه قال لك very أو very. الأشخاص النحيفين and
فيري اوبيز، والاشخاص الاوبيز جدا، يعني جيب اثنين جنب بعض، واحد عوده وواحد ما شاء الله ايش بدمين. قال لك هذول الاثنين individuals، الاشخاص النحيفين جدا والسمينين جدا. قال لك حط لك فصل، وقال لك drug dose is frequently determined on the base of drug لكل كيلوغرام. يعني احنا فوق عندنا قانون لمين؟ للاطفال حسب وزنه وعمره. لكن هنا قال لك صح انه عندنا جرعة للبالغين، لكن يمكن تلاقي سعيد بالغ عمره 20 سنة وزنه 60 كيلو، احمد بالغ عمره 20 سنة وزنه 100 كيلو. هل بنفع انا اعطي سعيد النحيف ابو 60 واحمد النصح ابو 100 نفس بعض؟ لا، النورمال اللي عمره 20 سنة يكون وزنه 80 كيلو مثلا، تمام؟ فانا بدي احسب لسعيد حسبة خاصة فيه ولاحمد حسبة خاصة فيه. فقال لي هنا للاشخاص الفيري لين والفيري اوبيز هذولا الدراج دوز تبعتهم تحدد اون ذا بيس حسب قاعده الدراج لكل كيلو جرام. بدك انت له هذا الدواء بكون ايش؟ تحسبوه الشكل هبل، بكون في بيقول لك الدكتور انه هذا اعطيه جرام لكل كيلو جرام، وزنه 100 كيلو اعطيه 100 كيلو جرام، وزنه 50 كيلو 50 كيلو 50 جرام وخلص. اذا نحسب دوزهم عن طريق مين؟ دراج او جرام او ملي جرام لكل كيلو جرام اوف بادي ويت اور بادي سيرفس ويت حسب وزن الجسم. خلصنا الوزن. اذا بشكل عام الوزن الثقيل بده جرعه اكبر، الا اذا كان الوزن عباره عن دهون وايديما. وكمان الشخص النحيف جدا والسمين النصح جدا بدهم حساب خاص فيه. ومتى بقول انا عن الشخص نحيف جدا او نصح جدا؟ لما يكون وزنه اقل او اكثر ب 10 كيلو من النورمال بادي ويت، او من اللي بسموها ايش؟ البادي ماس اندكس. لما يكون وزنه اعلى 10 او اقل 10 بدي ايش انا احسب له درج لكل كيلوغرام. نشوف عندنا سؤال اكيد 6 حسب الجنس. قال لك في ميلز does not always respond to the action of drug in the same manner as men. يعني انه الفيميل اللي هم النساء does not always مش دائما respond يستجيبوا لفعل الدواء in the same بنفس الطريقه والاستجابه as do men التي يستجيب بها الرجال. يعني مش نفس بعض، يمكن تلاقي مرة عمرها 20 سنة وشاب عمره 20 سنة، لكن استجابتهم للدواء تختلف كليا عن مين؟ تختلف عن بعض. طيب اثنين، قال لي women are usually smaller than men، غالبا تكون النساء أصغر من الرجال في الوزن وفي الطول وفي كل حاجة. أغلب يعني الأغلبية بتكون المرأة بتكون ايش؟ أقل من الرجل في الحجم والوزن وفي كل شيء. مش في العقل بحكي، بس فقط في الحجم والشكل، يعني بتكون اقصر وبتكون ايش؟ بتكون وزنها اقل. طيب which lead والذي يؤدي الى to high drug concentration. طبعا لما انا وبنت ناخذ نفس الدواء هيكون عند البنت ايش؟ الدواء تركيزه اعلى وضل في الجسم اكثر وعمل مفعول اكثر. ليش؟ لانه هي اصغر وزنا واصغر حجما مني، فبكون ايش؟ هاي دراج كونسنتريشن الها اف ذا دوز از بريسكرايبد ان ديفرنتلي، اذا لم توصف الجرعه بشكل غير لائق. يعني انا لازم اعمل حسبه خاصه للبنات وحسبه للرجال اللي يعني في فرق بينهم في نفس العمر. يعني مش كل امراه بالغه يعني وزنها، في نسوة في مره عمرها 20 سنه 70 و60 كيلو، في مره 40 كيلو وهكذا. المهم اذا ما لم تحسب الجرعه بشكل دقيق بده يصير عنده تركيز للدواء اعلى. طيب بقول لي في ميلز بودي از كومبوز اوف هاي برسنتيج اوف اديبوز تشو، وان النساء اغلب وزنها دهون وخاصه في البريست وفي منطقه مين؟ منطقه الحوض، بتلاقي عندها الدهون وفي البطن، يعني عندها المراه بتكون دهون اكثر من الرجل ووزنها اصلا عباره عن دهون. فبتقول لك هنا يعني نسبه الدهون عندها اديبوز تشو اكثر ذان ميل، اكثر من الرجال. بقول لي انه الابزوربشن امتصاص ابزوربشن ريت اوف دراج ار سلوور ان فاتي تشو، امتصاص الدواء امتصاص الدواء في الدهون بكون ابطا في الفاتي تشو، ابطا من السكيليتال مسل. قلنا احنا النساء وزنها وجسمها كله اغلب وكله عباره عن فاتي تشو، انسجه دهنيه، اما الرجال اغلبه مصل. فقال لي انه الابزوربشن معدل الامتصاص للدواء بكون ابطا في الانسجه الدهنيه اكثر من السكيليتال مسل. السكريتال مصل بكون اسرع فيها امتصاص مين؟ امتصاص الدواء. سو لذلك the effect of drug will be more pronounced and prolonged، فبكون تاثير الدواء في المرضى اكثر. كل ما كان الامتصاص ابطا كل ما كان تاثير الدواء اكثر، كل ما كان الامتصاص ابطا كل ما الدواء جلس في الجسم اطول، وكل ما جلس اطول كل ما الجسم استفاد منه اكثر، فبالتالي المرأة
راح ايش تستجيب، ويكون التأثير عليها ايش اكثر وضوحا واطول مدة، وتكون معرضة لإشي اسمه accumulative drug اكثر من الرجال، لان جسمها عبارة عن ايش، عن فات دهون. جسمها عبارة عن أديبوز تيشو مش دهون، أديبوز تيشو اللي هو أنسجة إيش أو فاتي تيشو، أنسجة دهنية مش مصل. طيب قال لي ملاحظة during pregnancy، أثناء البريجنانسي اللي هو الحمل، بريجنانسي اللي هو حمل، واللاكتيشن يعني الرضاعة وهي بترضع المرأة الحامل بعدها الرضاعة، and menstruation وأثناء الدورة الشهرية، many drugs are stopped يتم إيقافه في الحمل وفي الرضاعة وأثناء الدورة الشهرية، العديد من الأدوية يتم إيقافها. وجيب لي هنا مثال، قال الأسبرين، الأسبرين هذا دائما يسوي للدم، يخلي الدم سايع، يعني لو أنت انجرحت أي جرح صعب إنه بطول لما جرحك يسكر والدم يوقف، فالأسبرين not used، لا يستخدم during menstruation أثناء الدورة الشهرية، ممنوع البنت لم او المراه لما تكون عليها الدوره تستخدم الاسبرين، لانه هذا الاسبرين صح بيسيل الدم وسيول الدم، وبتسمع باخذ فوق 40 سنه عشان يخلي الدم سائل وعشان ما يصيرش معهم جلطات، ولكن باخذ احيانا للصداع يعني ولبعض الام الظهر باخذ اسبرين. فقال لي هنا ممنوع تاخذ اسبرين اثناء الدوره الشهريه، هذا راح يزود مين الفلويديتي، بيزود انه الدم بينزل نقطه نقطه بيصير معها كانه نزيف. تمام، مش مطلوب المثال لكن الكو عرفوه. هنا جيب لي انا دكتور، كنت مع الدكتور مثال عن شخص وزنه 100 كيلو جرام وبدك تعطيه، والجرعه تبعت ايش بقول لك الدكتور، بقول لك اعطي لي الجرعه او الدواء نفسه عباره عن 4 ملي جرام لكل كيلو جرام في اليوم. ايش الدكتور بقول؟ 4 ملي جرام لكل كيلو جرام في اليوم، نقسمها، قال لك وزنه 100 كيلو جرام، وهنا ايش قال لك؟ 4 ملي لكل كيلو، يعني كل كيلو من 100 بده 4 ملي، فانت بتقول 4 ضرب 100، يعني بده في اليوم كم؟ بده في اليوم 400 ملي جرام، صح؟ اذا بقول لي هنا ديفايد تو بيجمنت افري ار، وقال لك كمان قسم الجرعه كل 6 ساعات. انت اول شيء اعرف لي قديش بده في اليوم، بده في اليوم 400 ملي جرام، لانه بده لكل كيلو في اليوم 4 ملي جرام، هو وزنه 100 كيلو جرام، فانت 4 في 100 بده 400 ملي جرام في اليوم. بعدها قال لك ايش؟ ديفايد قسم تو بي مش عارف ايش واضح الخط، تو بي بيج مان يعني قسم الجرعه تاعت اليوم انك تعطي له اياها 4 مرات في اليوم، او قال لك كل 6 ساعات، كل 6 ساعات اليوم 24 ساعه، بتقول 24 ساعه 6 ساعات يعني بيطلع 4 مرات في اليوم، ف 400 ملي جرام قسمها على 6 ساعات، فبتقول انت على 4 عفوا على 4 مرات في اليوم، لانه اليوم 24 ساعه، 24 على 6 ساعات بيطلع 4 مرات في اليوم، قسم 400 ملي 4 مرات في اليوم، نقول 400 على 4 بيطلع 100 ملي جرام، فعندك تعطي كل 6 ساعات 100 ملي جرام، صعب؟ والله مو صعب، اللي ما فهمش يركز شوي فيها بفهم. قال لك 4 ملي جرام لكل كيلو جرام في اليوم، بده هو وزنه 100 كيلو، بتقول انت بده 4 ضرب 100 400 ملي جرام في اليوم، قال لك قسم لي 400 ملي جرام على 6 كل 6 ساعات اعطيه اياها، بتقول اليوم 24 ساعه تقسيم 6 ساعات 4، تقول 400 على 4 بدك تعطي كل 6 ساعات 100 ملي جرام. طب لو قال لك قسم لي اياها كل 8 ساعات، بتقول 24 ساعه 8 ساعات يعني 3 مرات في اليوم، 3 مرات في اليوم، قلت 400 ملي جرام تقسيم 3 بيطلع تقريبا 80 75 شيء زي هيك على حسب الجوع. لو قال لك مرتين في كل 12 ساعه يعني مرتين في اليوم، بتقول 400 ملي على 2 يعني بده كل 12 ساعه 200 ملي جرام، وهكذا. طيب نيجي هنا بقول لي على ثاني شغله اللي هو ايش كنا نحكي احنا؟ كنا نحكي على بعض الادويه توقف اثناء الحمل والرضاعة والدوره الشهريه، زي الاسبرين ممنوع تاخذ اثناء الدوره الشهريه. اثنين قال لك الدراج اكسكريت ان ميلك، في ادويه تفرز في الحليب بتعدى على الحليب وبتطلع في الحليب للطفل، تمام؟ are not given during lactation زي البنسلين، مش مطلوب المثال، فالبنسلينات ممنوع تعطى للمراه التي ترضع لانه بيطلع في الحليب. ثلاثه اليوتيراين ستيمولانت، في ادويه بتحفز اليوتيراين اللي هو رحم المراه، منشطات الرحم بسموها، تمام؟ يجب تجنبها خلال الحمل لانها قد تتسبب في الاجهاض. هاي بقول لي should be avoid during pregnancy اثناء الحمل، ممكن تعمل ابورشن يعني اجهاض تنزل الطفل، زي بروستاجلاندين. البروستاجلاندين بتضغط على رحم المراه من فوق وبتخليه هذا سهل اصلا مسهل الولاده، فلو هي اخذته اثناء الحمل ممكن يخليها تنزل الطفل.
أربعة بقول لي drugs that might affect fetus، في أدوية بتأثر على مين؟ على الجنين. And placenta والمشيمة should not be given during pregnancy. يعني أنت عارف إنه في أدوية ممنوع تأخذ في الرضاعة والحمل، في الرضاعة، وأدوية ممنوع تأخذ في الحمل، وأدوية ممنوع تأخذ أثناء مين؟ أثناء الدورة الشهرية. والمثال حاليا مش مطلوب عليكم. طيب نعدي على الباثولوجيكال ستيت، ستيت الحالة إيش؟ المرضية. الحالة مين؟ الحالة قلنا العمر بيأثر على اللي هو جودة الدواء وتأثيره، والإيج العمر والسكس الجنس والويت الوزن، آخر شغلة اللي هي الحالة المرضية. بعض الشغلات المرضية بقول لي هنا disease alter، المرض الأمراض بتغير الفانكشنال اكتيفيتي، بتغير وظيفة الجسم. and accordingly it is respond، بتغير استجابة الاستجابة للدواء. example severe pain، الألم الشديد tend to increase patient requirement to opioids. يعني قد يعني انه بقول لك الالم الشديد بخلي متطلبات المريض للمواد الليفيني اكثر، بزيد. يعني انت كل ما كان عندك الم شديد كل ما انت كنت تاخذ اكامول، تقول لا انا بجوش ما اكامول، تروفين بجوش ما بدي، انا ترامادول عشان بدي ترامان عشان يتجاوب معي، فانت بتميل انك تاخذ الاوبويد اللي هي الادويه الافيونيه زي الترامان والمورفين، هتعرفهم لقدام. طيب قال لي the presence of circulatory، وجود اللي هو الدورة الدموية والهيباتيك اند رينال ديسفانكشن، يعني مشكلة ديسفانكشن، مشكلة في الرينال في الكلى وفي الكبد في الدورة الدموية، والانترفير تتعارض، انترفير يتعارض with the physiological process of the drug action. يعني لو انت عندك مشكلة في الدورة الدموية او في الكبد او في الكلى، راح يعمل مشكلة في تأثير الدواء ومفعوليته ايش في الجسم. خلصنا هنا، نعدي على موضوع جديد اسمه روتس اوف دراج ادمنستريشن، طرق اعطاء الدواء. هذا تقريبا يعني اخذته في الفاندمنتال، لكن ممكن يكون هو في اس 2 اعتقد، فاندمنتال 2. طيب نيجي هنا روت اوف دراج ادمنستريشن، طرق اعطاء الدواء. كيف انت بتعطي الدواء؟ في الفم، بالشرج، بالاورال، بالاذن، قطرات، في الحقن، بالعضل، في الوريد. كيف تعطيه؟ أول طريقة عندنا from the almentary tract. المنتري تراك اللي هو القناة الهضمية. لما يقول لك قناة هضمية، الجهاز الهضمي بيعتبروه أصلا جهاز خارجي من الفم إلى فتحة الشرج، بيدخل من فمك وبيطلع من فتحة الشرج، فبيعتبروه إنه جهاز مستقل عن الجسم. هو مش هيك، لكن يعني هيك بيقولوا عنه. إذا لما يقول لك الجهاز الهضمي، أنت يعني التحاميل تعتبر من الجهاز الهضمي. فقال لك from the alimentary tract، من القناة الهضمية، يعني القناة الهضمية جسمك وتضمه. كيف؟ البكال كافيتي، البكال هو الخد، البكال كافيتي تجويف الخد، وبدناش المثال. اثنين الماوث، الفم، عن طريق الفم زي الاكامول تبلعه في الفم. ثلاثة استومك، المعدة، لما مريض بيكون مغمى عليه ميت بحطوه عن طريق الانجي تيوب اللي هو بربيش بيدخل على المعدة، من الانف على المعدة بحطوه في المعدة. قال لك استومك، المعدة. دي الريكتم اللي هو مين الريكتم؟ يعني فتحة الشرج، ريكتال سبوزيتوري، تحاميل وما إلى ذلك. تمام. إذا أربع شغلات اللي هو الجهاز الهضمي، البكة اللي هو الخد بحطه أحيانا زي مضمض في الخد أو شيء زي هيك، الماوث الفم، استومك المعدة، والريكتم فتحة الشرج. يعني the first and most convenient method is the oral route، وبتيجي في الامتحان وحلوة وهبل أصلا. أكثر طريقة لإعطاء الأدوية في كل العالم الفم، يعني اكامول بشرب فم، اسلوفين بالفم، وانتم في البيت اغلب الناس تاخذ ادويه ايش؟ حبوب في الفم بنشرب، او اكامول او شراب. فاكثر استخدام للادويه هي عن طريق الاورال روت، مهم جدا وسهل في الامتحان. اذا ذا فيرست هو اول، اند موست واكثر طريقه يتم استعمالها هي طريقه الفم، الاورال روت. تمام. نقطه صغيره جديد، ذا بيشنت يوجوالي سولو، المريض غالبا سولو يعني يبلع، ببلع الدرج الدواء which then، وبعد ذلك انت the gastrointestinal tract، بلعت الدواء وين راح؟ على الجهاز الهضمي. and absorb، في المعدة وفي الأمعاء يتم الامتصاص. absorb ايش يعني امتصاص؟ بيطلع من مكان دخوله للدم. absorb يتم امتصاصه from that area، بيتم امتصاصه في مكان امتصاص في المعدة في الأمعاء، لكن أغلب امتصاص خدناه في التغذية 90% من الامتصاص وين بيتم؟ في الأمعاء الدقيقة. طيب بيقول لي this root اللي هو الجهاز الهضمي account for 80% of all medication administered to the patient. هذا المصدر اعتقد الجهاز الهضمي، او اذا بقصد الفم، لا هو بقصد اعتقد هو بشكل عام الجهاز الهضمي، بشكل عام الجهاز الهضمي وخاصة الفم
الاورال روت هم 80% من طرق اطاء الادويه. فلو قال لك اكبر نسبه لاطاء الادويه هي مين؟ الجهاز الهضمي وخاصه الاورال روت. فقال لي هذه الطريق تمثل 80% من اول ميديكيشن، من كل الادويه ادمنستريشن تو بيشنت، المراه للمرضى، من جميع الادويه اللي تعطى للمرضى. ايش الادفانتج والديس ادفانتج؟ الادفانتج يعني المميزات، والديس ادفانتج اللي هو العيوب، ديس اللي هو العكس، ديس ادفانتج هو عيب. يعني ايش مميزات طرق اعطاء الادويه عن طريق الجهاز الهضمي وايش عيوبها؟ شوفوا مميزات حلوين تحفظوش، فهم فقط، اونلي فهم، في الامتحان افهموا، هذا السؤال حرام حد يغلط فيه لانه فهم. واحد سيلف ادمنستريشن، هل حدا بيجي بيحط لك حبه الحبوب في فمك؟ لا لا، لو انت يعني انسان بالغ وما فيش عندك امراض تحطها لحالك، سهل الاعطاء، سهل الاعطاء، سيلف ادمنستريشن انت بتعطيه لحالك، اعطاء ذاتي، نو نيد فور نيرس، ما بيحتاجش لممرض انه يعطيك اياه. طيب اثنين الكوست اوف ميديكيشن اند ثيرابي لو، قليل التكلفه، كوست يعني تكلفه، التكلفه قليله، اغلى حبوب بكل حبوب يعني الحبوب رخيص لانه لا بدك انت كان تركب فيه ولا بدك حدا يركب لك اياه. يعني عندنا نعد على الادويه اللي تعطى في الحقن، بدك ممرض بده مصاري، بدك مستشفى، بدك كانولا، بدك فبكلف في ادويه الفم ولا حاجه. الكوست احفظها، الكوست لو كوست، لو كوست تكلفه قليله. صعبه؟ لا. ثلاثه اورال ادمنستريشن از بينلس، هل في الم لما انت بتاخذ حبه الحبوب او كل الطرق هذه فيش فيها الم؟ على عكس عندنا ناخذ النيدل والحقن صعب. اذا بينلس. ثلاثة نو نيسيسري تو براكتيك ستيرال تكنيك، هل لما انت بتاخذ حبه الحبوب تتعقم؟ بدهاش تعقيم، لانه مجرى الجهاز الهضمي هو كلين نظيف وليس ستيرال، مش معقم، هو نظيف، فهي نو ستيرال تكنيك مهمه جدا. خمسه ريلاتيفلي سيف، امن كومبيرد وذ روت وذ اوت روت، من طرق الاخرى دراج ادمنستريشن، يعني مقارنه مثلا مع طرق الثانيه هو امن. تعالنا لما ناخذ حقن بالعضل ممكن تنشل، لما ناخذ في الوريد ممكن يكون السام فيش في ريفيرسبل. فمميزات الاعطاء عن طريق الجهاز الهضمي سهلين، اعطاء ذاتي، تكلفه قليله، فيش الم، بين ليست يعني فيش الم، ونو ستيرال تكنيك، ما بيحتاج اليات تعقيم، او ريلاتيفلي سيف، هو امن بالنسبه للطرق الاخرى. طب عرفنا المميزات، نعد على العيوب. قال لي عيوبه ديس ادفانتج له ان كونستانت ابزوربشن فروم ذا جاسترو انتستينال تراك، يعني معدل الامتصاص مش ثابت، من شخص لشخص بيختلف، والاكل الموجود في المعده بياثر عليه، على عكس الوريد مثلا فيش فيه امتصاص، او مثلا العضله ممكن تلاقي الامتصاص على العضله 90%، تمام، لكن الجهاز الهضمي لما انت تاخذ حبه 100 ملي جرام الله اعلم قديش يوصل منها للدم، يوصل 100 مية صعب، يوصل 80 70 90 50 بعرفش انا. فقال لك مش كونستانت ثابت، ان كونستانت مش ثابت، الابزوربشن اللي هو الامتصاص، الابزوربشن ان كونستانت مش ثابت، تمام، هذه عيب له. اثنين بلاد ليفل مي فيري اماونت ديفرنت بيشنت بيكوز اوف ديفرنت جي اي كاركترستيك، بلاد ليفل مستوى الدم اللي بيوصل للجهاز الهضمي بيختلف من شخص لاخر حسب مميزات وخصائص الجهاز الهضمي عند كل شخص. اكزامبل حموضة المعدة بتأثر، الجاستيك موتيليتي حركة الأمعاء والمعدة، انتستر مخاط الماء، يعني بيختلف من شخص لآخر، كله بأثر على الامتصاص، تمام؟ بأثر على الامتصاص. طيب ثلاثة drug irritation that cause nausea and vomiting، الأدوية بتهيج اللي بياخذها عن طريق الجهاز الهضمي بتهيج المعدة، فممكن تعمل لك نوزيا اللي هو غثيان وقلبان في المعدة، وفومتين قيء and جي اي bleeding ممكن تعمل لك نزيف في المعدة، هذا برضك عيب من احدى عيوب الادوية هذه. اربعة some drugs has bad taste اللي هو طعمها سيء ومقرف جدا، بعض الادوية لها طعم سيء، bad سيء، taste اللي هو ايش؟ الذوق، المذاق تبعها ايش؟ مش حلو، هذا كمان عيب. خمسة unconscious patient، لو مريض مغمى عليه بتقدر انت تعطيه دواء عن طريق الاورال؟ صعب جدا، مستحيل الا اذا كان عن طريق الانجي تيوب اللي هو المبلى المعدة. فقال لي هنا unconscious patient and vomiting، لو انت قاعد مثلا انت مثلا مريض وكل يوم كل شيء بتنتج معك vomiting، كل ما تاخذ حبه حبوب تنتجها، بنفع انت تاخذ عن طريق الاورال؟ طبعا لا، فبدنا نتجنب اللي عندهم vomiting نعطيهم عن طريق الاورال، ما بنفعش لهم. فقال لك الانكونشس والفومتنج بيشنت كانت بي جيفن دراج باي ذا ايش؟ ذس روت، هذا الطريق.
ستة الـ onset of drug action is slow، بداية عمل الدواء بطيئة جدا لأنه عن طريق الفم وتعدى على المعدة وحموضة المعدة وامتصاص، فبداية عمله بطيئة بالنسبة للدول الأخرى، فهذه كلها عيوب افهموهم فهم. الأورال قلنا بيكون الامتصاص مش ثابت، ممكن يختلف في الجهاز الهضمي من شخص لشخص، في بهيج المعدة من نوزو فوميتنج، الطعم سيء، والمرضى الانكونشس، والفوميتنج بينفعش. لو اقول لك في الامتحان في الصح والغلط قال لك كان بي جيفن، كان غلط، هي كانت، انتبهوا شايفين، بس حذف واحد تي غير كل الجمله، كانت بي جيفن. اذا الاورال روت ممنوع بينفعش للانكونشس والفوميتنج بيشنت، والاونست اوف دراج اكشن بدايه فعل الدواء تختلف او بطيئه جدا، بطيئه. وكمان لسه في water soluble drugs are absorbed poorly، الأدوية التي تذوب في الماء يتم امتصاصها ببطء، لأنه قلنا الأورال روت يكون إيش؟ تذوب في الدهون لأنه أسرع. إذا water soluble drugs are absorbed poorly صح، لو قال لك في الامتحان أسرع غلط، لو قال لك الليبيد سولابل بتكون بودلي غلط، الليبيد سولابل بتكون أسرع، الليبيد سولابل عن طريق الفم أسرع، أما الوتر سولابل عن طريق الفم بتكون إيش؟ بودلي، ضعيفة وبطيئة. 8 some drugs are destroyed in the GI tract، بعض الأدوية المعدة بتخربها، حموضة المعدة بتغير مفعولها. هذه عيوب الجهاز الأدوية التي تأخذ عن طريق مين؟ عن طريق الجهاز الهضمي. نعد على الطريق الثاني اللي هو مين؟ اللي هو from the parental root. إيش يعني parental؟ اللي هو بالحقن، اللي هو injection عن طريق الحقن. The word parental indicate that drug، هاي بقول لك معنى كلمة parental، parental اللي هو عندك ايش تشير الى معناها administration by root other than enteral root GI، يعني اي طريقة غير الجهاز الهضمي تعتبر parenteral route. تمام، مهمة جدا وحلوة، اي طريقة ليس لها علاقة بالجهاز الهضمي تعتبر parenteral route، هو بالاخص يقصد بها injection الحقن. قال لي common يعني شائع، agreement has come to indicate the injectable route، يعني قال لك هي غالبا تستخدم معناه انه هي injectable route هي طريقة الحقن، يعني هو فوق قال لك ايش، انا انه البرنتال روت هي اي طريقة غير الجهاز الهضمي، تحت قال لك بشكل عام تستعمل ال 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 كلمة برنتال لاشي للانجكشن يعني معناها حقن. المهم الاثنين صح، سواء حقن او لو قال لك في الامتحان انجكشن صح، لو قال لك اي طريقة غير الهضمي هي صح. طيب ايش الادفانتج لهي الطريقة؟ قال لي drug that cannot be given to the GI بعطيها اي طريقة، يعني الادوية اللي بتنفعش اعطيها عن طريق الاورال روت، مثلا مريض عنده vomiting unconscious، مريض هذا الطعم سيء، الدواء مغمى عليه، منفعش اعطيه بالجي اي، بعطيه في البرنتري روت. تمام، سهل الادفانتج. اثنين eliminate the unpredictability of absorption from GI، يعني بقضي لما انا بدي اعطيه في الجي اي بقول الامتصاص بده ساعتين ثلاثة أربعة، بس متحير أنا أعطيه في البرنتري سهل، اللي آي في في الوريد فيش في امتصاص أصلا، العضلة الكبيرة 90% امتصاص وهكذا، فبقضي اللي منيت بقلل أو بحد من الان بريدكتبولي، ان مش معقول بريدكت تنبأ، ان بريدكت يعني غير قابل للتنبؤ، فأنا بتخلص من إنه أنا مش قادر أتنبأ قديش الدواء راح يتم امتصاص منه. ثلاثة medication can be given to the unconscious patient and patient have diarrhea، المرضى اللي عندهم unconscious والvomiting، هذه الجملة الثالثة هي المعنى الأول، لأنه هذه اللي عنده unconscious واللي عنده diarrhea واللي عنده vomiting بنفعش أعطاه عن طريق الجهاز الهضمي، فإجابة كمان محل مش مشكلة زيادة عدد. فقال لك الأدوية لمرضى unconscious بقدر أنا أعطيها البرنتري، لمرضى unconscious للي عندهم diarrhea للي عندهم vomiting بقدر أعطيهم هاي الأدوية. الادفانتج سهلين جدا، لو واحد بس اول مره حد سمعهم عمروش بنساهم بس فهم. اما الديس ادفانتج لما انت بدك تعطي دواء عن طريق الحقن وجبت عليك استرال تكنيك، استرال تكنيك كله معقب، نيد المعقمه، حط كحول، البس جلوفز معقم، بدك كل شيء معقم لانه هذه المشكله، فاذا استرال تكنيك ديس ادفانتج صعبه. اثنين مور اكسبنسيف ذان اورال بريبريشن، غالي اكثر من الاورال، بدك قلنا نيدل، بدك سرنجة، بدك واحد متخصص يعطيك هذا ايش هذا الدواء مش اي واحد. ثلاثة patient usually not able to medicate himself، صعب جدا واحد يعطي حاله عن طريق الحقن الا اذا كان متخصص ومتدرب، يعني احنا مثلا ممكن تعلم حالك بالحقن بالانجكشن، ممكن تركب كانيولا لحالك، طبعا صعب لكن ممكن اذا انت مضطر، اذا البيشنت المرضى صعب
not able to be to medicate himself. Not كلمة not ركزوا عليها. Not able غير قادر. To medicate إنه يدوي himself حاله. مش قادر يعطي حاله. أربعة accidental penetration of blood vessel. رح يتم اختراق الأوعية الدموية. Need الإبرة دخلت على الجسم. هذه مشكلة. Especially if medication is not suitable for IV. خاصة لو كان الدواء غير مناسب للإعطاء زي IV. تمام راح يدخل في الجسم وخاصه اذا كان الدواء ايش غير مناسب مثل اذا تخفيف اي في هذا كمان اصلا بدك كانولا والاي في خطير جدا عندنا نحكي عنه تمام هذا الادفانتج والديس ادفانتج للاعطاء بالحقن بشكل عام هنا هيجي على ايش الحقن بشكل خاص الحقن لا هل هو بالعضله هل هو في الوريد تحت الجلد واحده واحده نجي على الاولى هنا قال لك كمان واحده هنا قال لك parenteral root include the following البرانتال روت اللي هو الحقن الانجكشن يتضمن هذه الطرق وايه اللي هو سب كوتينوس اختصارها اس سي سب اللي هو اس والسي من كوتينوس سب كوتينوس اللي هو تحت الجلد قال لك هنا نون اريتانت هي مش مهيجه ايش يعني مش مهيجه يعني فقط بعطي انا تحت الجلد الادويه الغير مهيجه اللي بتحرقش نون اريتانت substance يعني المواد الغير مهيجة are given into subcutaneous tissue فقط بعطي أنا الأدوية الغير مهيجة تحت الجلد لأنه تحت الجلد بتحملش فقط بتعطي الأدوية الناعمة الهادية اللي بتحرقش زي الأنسولين الأنسولين يعطى تحت الجلد تمام طيب slowly drug absorb عيبها إنه أو أنا لما بدي أعطي دواء يكون امتصاصه بطيء أعطيه تحت الجلد ولازم يكون يعني منفعش دواء تحت تحت الجلد انا لازم يكون دواء بنفع تعطيه تحت الجلد بكون لازم يكون نون ايريتنت بقول لك سلولي دراج ابزوربشن بكون له الامتصاص تبع السبكوتينيوس بطيء الديس ادفانتج له قال لي انه هو موست بين فور دوت اكثر مكان مؤلم هو تحت الجلد لانه انتم بتعرفوا انه كل الاحساس وين الاحساس في الجلد تحت الجلد جوا في العظم فيش احساس الإحساس كله وين خلايا الإحساس كلها في الجلد عشان هيك بنحرقه حرق درجة ثالثة بكل الجلد عندهم رايح بحسوش فالإحساس هو قال لك موس أكثر مكان مؤلم اللي هو تحت الجلد هذا السبكوتينوس تمام ساينس نيرف لأنه النيرف إنديج اللوكيت لأنه الأعصاب هي الموجودين تحت الجلد أو في الجلد نفسه قال لي هنا slow rate of absorption معدل الامتصاص بطيء ليش؟ لأنه الدم اللي واصل للجلد بطيء وقلنا زمان إنه معدل الدم اللي واصل للجلد والبون بطيء جدا فقال لك المعدل الامتصاص بطيء لأنه reduce blood supply ثلاثة not effective in emergency هل أنت في حالة طارئة بنفع تعطي صب كيو فيها الامتصاص بطيء؟ لا في الامرجنسي هي الاي في الانترافينوس في الوريد تعرفوها من هالجلد إذا not effective في الامرجنسي لو قال لك في الامتحان effective غلط هي not effective في الامرجنسي ليش؟ لأنه poor blood supply هيكون poor absorption هيكون poor تأثير تأثيره إيش بطيء طيب قال لي لها ميزة معينة اللي drug absorption from sub-Q injection can be reduced by لو أنا بدي أقلل معدل الامتصاص تاع اللي تحت الجلد ممكن أقلله لو أنا مثلا قلت مريض دواء تحت الجلد مثلا أنسولين الانسولين اضيف الانسولين بقلل السكر في الدم انا بالغلط اعطيت انسولين لمريض عنده السكر واطي طب انا ايش بدي اعمل ممكن انا اقلل امتصاص الدواء كيف حط ميه بارده او ثلج على الجلد بقلل الدم الضايع على الجلد بقلل الامتصاص فقال لي هنا addition of اعطيه فازو كونستريكشن فازو اوعيه كونستريكتور مضيق فاعطيه دواء بضيق الاوعيه زي الادرينالين اللي هو ابنفرين البنفرين هذا زي الأدرينالين والنور أدرينالين تخلي الأوعية صغيرة بتضيقهم فبالتالي الدم يضع الجلد قليل فأنت أعطي أدوية بتضيق الأوعية راح يقلل امتصاص الدواء تاع مين تاع الجلد اثنين أبليكيشن حط كولد باك إشي بارد هذا برضك بيعمل فازو كونستريكشن زي مية باردة ثلج على إيدك على مكان الحقن يبطل الامتصاص تمام قال لي هيت الحرارة كوز فاز دايليشن احنا عارفين احنا في الثلج في البرودة تلاقي الواحد برج في جسمه ايش ابيض ابيض لانه فيش او ازرق ازرق فيش ايش دم على الجلد تمام لكن في الحر وفي الحم تلاقي جلد احمر احمر لانه الدم ضايع على الجلد فقال لي هنا الهيت الحرارة يعمل لك فازو اوعية دايليتيشن توسيع بتوسع الاوعية which result والتي بتعمل لك ان increase blood supply راح تزود الدم ضايع على المكان هذا to the area and this quicker
دراج ابزورب بتسرع الامتصاص. فانت عندك طريقتين، لما بدك تسرع الامتصاص حط ميه دافيه وشي بدفي، لما بدك تبطل الامتصاص ميه بارده او ثلج، او اعطي شيء بضيق الاوعيه. بدك تسرع الامتصاص اعطي شيء بوسع الاوعيه. تمام. طيب قال لك this manipulation تغيرات may be used بستخدمها، هي يعني قصده الحراره والثلج، تسريع الامتصاص وتبطيء الامتصاص، ممكن انا استخدمها to reduce the severity of toxicity from the subcutaneous injection. لا زي ما قلت لكم قبل شوي، اعطينا دواء سمي انسولين راح يخفض السكر في الدم للمرضى، طب ايش بدي اعمل؟ حط ثلج راح يقل الامتصاص، وهكذا لما نلحقه ونعمل له نعطيه انتيدوت يعني مضاد سمي او شيء يخرب مفعول الدواء او طلع من الجسم، خلصنا من السب كيو تحت الجلد. نعد على مين؟ الانتراماسكولار اللي هو اي ام، اسمع كلمه اي ام يعني حقن في العضله، في العضل. انترا لي اي ماسكولار في العضل، انترا داخل، ماسكولار عضله داخل العضله، هو اي ام في العضل. قال لي سولابل سبستانس مواد بتذوب ميلد، فوق قلنا في السب كيو فقط النون اريتنت مواد غير مهيجه، اما في الاي ام قال لك لازم تكون مواد بتذوب ذائبه سولابل ميلد مهيجه او بتحرق لكن يكون حرقانها ايش؟ خفيف. ميلد اريتنت فوق قلنا نوت اريتنت، هنا في العضل ميلد اريتنت سسبنشن اند كولويد، ممكن انا اعطي في العضل محاليل معلقه وكولويد غرويه، سسبنشن وكولويد كان بي انجكتد باي ذس روت. تمام، ممكن نعطي كولويد وايش وكل سسبنشن كولويد معلقات وكولويد. ريت اوف ابزوربشن ديبند اون معدل امتصاص، لما انا اعطي اي ام يعتمد على على ايش؟ قال لي هنا بيعتمد على واحد ووتر سولابيليتي اوف الدرج، قابليه الدواء انه يذوب في الماء، وقلنا تبع الانجكشن لما بيذوب في الماء اسرع من اللي بيذوب في الدهون، اما الاورال في الدهون، اعرفوا هيك الاورال في الدهون اسرع، اما الانجكشن الحقن خاصه الاي ام لما يذوب في الماء اسرع. ليش؟ لانه الاورال راح ينتقل من خليه لخليه، بيخترق مين؟ الانسجه الدهنيه، الخلايا الدهنيه، اما الاي ام راح يمشي الدواء كيف راح يكون مصدر الدواء بين الخلايا في السائل، فبده يذوب في الماء. الووتر سولابيليتي اوف الدرج بقول لي ذا مور الدرج ووتر سولابل، كل ما كان الدواء بيذوب في الماء اكثر، ذا فاستر ريت اوف ابزوربشن، كل ما كان الامتصاص ايش؟ اسرع. بارتيكلز، هي بين قوسين اوضح لك اياها، بارتيكلز اللي هي الدواء نفسه موف بتوين، يتحرك بتوين سيل بين الخلايا، وليس نوت باي، وليس بواسطه بنتريتنج ذا سيل ميمبرين، ولا يخترق الخلايا على عكس الاورال، في الاورال بنتريتنج ذا سيل، اما في الاي ام بتوين سيل بتحرك بين الخلايا في السائل اللي بين الخلايا. هي الطريقه الاولى، اذا لما بدك كل امتصاص اسرع في الاي ام يكون ووتر سولابل. اثنين بلاد فلو تو ذس سايت ذا سايت اوف انجكشن، راح تاخذ في الاسس عده اماكن للحقن الاي ام، في العضله تاعت الباتوكس، في العضله تاعت الفخذ، في الدلتويد تاعت العضله اللي هو الايد اللي هو العضد بسموها، تمام، وفي ايش كمان اماكن، هم اكثر اماكن هذولا. تمام، فقال لي انه المكان اللي انت بتعطي، كل ما كانت العضله اكبر كل ما كان الدم اللي وصل الدم اللي وصل لها اكثر، كل ما كان الامتصاص ايش؟ اسرع. فانت بدك امتصاص سريع اعطي عضله كبيره، بدك امتصاص بطيء اعطيه في عضله ايش؟ صغيره. طيب قال لي هنا ذا prolonged its effect، تاثيره لما يكون طويل drug that are very water insoluble، قال لي تو عشان يصير prolong its effect، لما انت بدك تاثيره يكون طويل يعني الامتصاص يبطا، drug that are very water insoluble can be given i am in oil، يعني انت دواء عندك water soluble تمام بذوب في الماء، يعني هيكون امتصاص في العضل سريع جدا، لكن انت بدك اياه يكون بطيء، بدكش يكون سريع، يعني بدل ما انت تاخذ في اليوم حقنتين اي ام بدنا واحده في اليوم او واحده في الاسبوع او واحده في الشهر، انا مش محتاج كل يوم احد ياخذني ابره. طب هو اي قال لك هنا هاي افهم تو برولونج اتس افكت، عشان انت تطول تاثيره، بدل ما يقعد في الجسم 10 ساعات يقعد 20 ساعه، بدل ما تاخذ ابره كل يوم ابره تصير كل يومين كل ثلاثه، بدك انت تبطئ الامتصاص وتخلي التاثير في الجسم اطول. قال لك الدراج ذات ار فيري ووتر انسولبل، الادويه التي تذوب في ال قال لك انسولبل كان بي جيفن اي ام ان ان اويل بيس، لازم تكون ايش؟ زيتيه. تمام، سولبل يذوب في الماء، اما انسولبل لا يذوب في الماء، فانت بدك ادويه عشان انت تطول تاثيره، خلي الادويه التي لا تذوب في الماء كان بيجي ممكن تعطيها اي ام ان ان اول بيز،
بكون ايش؟ بتكون ادويه زيتيه، زيت. انتوا بتعرفوا انه في ابره منع الحمل، في اليوم منع حمل بالابر، تكون ابره زيت تاخذها المره كل شهر، لانه هذا عباره عن ايش؟ ابره زيت، والزيت في العضل بكون بطيء امتصاصه، بصير الجسم يمتص كل يوم نقطه 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 لما تخلص بعد شهر وهكذا. قال لي بين قوسين remain for an extended period of time، بصير ايش؟ يمتد لفتره اطول، لما تكون ابره زيت بتطول امتصاصها في العضله. او اعطيه ابره بتذوبش في الماء، water insoluble، تمام؟ طيب هذه ايش؟ الايه. قال لك الادفانتج والديس ادفانتج الها، الادفانتج الها معدل الامتصاص يونيفور، يعني ايش؟ موحد، يونيفور معدل الامتصاص موحد، هم جدًا هاي الجمله. اذا الابزوربشن الها ذات ابزوربشن يونيفور موحد، يونيفورم زي واحد موحد نفس الوقت. إلا اثنين onset of action faster than oral route، معدل امتصاص وبداية فعل الدواء أسرع من الفم، حقن عضل أسرع من حبة حبوب. ثلاثة less painful أقل ألم، ليش أقل ألم من الصب كيو؟ لأنه في العضلة هتدخل ديب انت عميق، بكون فيش هناك اعصاب فبتحسش فيها كتير، يعني بس بتحس انت بداخل ابره وخلاص، بتحس فيش فيها الم. less painful اقل الما لانه في اقل اعصاب. اربعه has greater vascular network than subcutaneous، يعني في اوعيه دمويه بتوع على العضله اكثر من اللي هو تحت الجلد. So لذلك drug absorption is faster than subcutaneous، اذا الاي ام اسرع من الاورال واسرع من السبكيو، تمام. خمسة we can use it to administrate depot preparation، depot مخزن، preparations يعني تجهيزات المخزن. بين قوسين ايش قال لك؟ بين قوسين preparation from which the drug is absorbed slowly over the extended time. ممكن قال لي هنا من احدى مميزاتها انه we can use، ممكن نستخدمها هاي الطريقة اللي هي الاي ام to administrate، لنعطي دواء بيطول في الجسم او ديبوت بريبريشن، احنا بدنا نخزن دواء في الجسم، بدنا كل يوم الجسم ياخذ منه نقطه. قال لك بين قوسين بريبريشن تجهيزات فروم ويتش، من التي الدراج دواء از ابزورب سلولي، يتم امتصاصه ببطء اوفر اكستندد تايم، يطول في الجسم امتصاصه، تمام. مستحضرات التخزين، انت دواء بدك تخزنه زي قلنا مونا الحمل، بدنا كل يوم ياخذ منه نقطه. هذه من مميزات، اذا معدل امتصاص يونيفورم موحد، اسرع من الفم ومن الصب كيو بدايه فعل الدواء، ليس بينفول اقل الم، وممكن انا ايش استخدمها، يعني تكون هي بوصل للمكان الشبكه من الاوعيه الدمويه اكثر، دم السبلاي اكثر المكان، وبستخدمها انا في الديبوت بريبريشن في الادويه او في المستحضرات اللي انا ايش بدي اخزنها في الجسم. الديس ادفانتج الها بين ات لوكال سايت اوف انجكشن، يعني في الم بسيط اثناء الحقن، او لو انت اخذت ماده مهيجه او دواء مهيج ممكن يألم. اثنين ذا فوليوم اوف انجكشن شود بي ميكس 10 ملي، كميه الحقنه اللي بدك تعطيها للمريض لا تتجاوز ال 10 ملي، تمام، حتى يمكن 5 ملي كمان، تتجاوز ال 5 ملي يعني 10 قصدي في ملي يعني سنتي، قصده هنا بقصد سنتي اعتقد، تتجاوز ال 10 سنتي. ممنوع ان تضغط في العضله أكثر من 10 سنتي، يعني هم بيعطوا أصلا في المستشفى ماكسيموم 5 سنتي بيعطوا. لكن تعالى هذه في العضلة الكبيرة، العضلات الصغيرة زي مثلا عضلة اللي هو العضد الإيد هذه، بيعطوا فيها 1 سنتي، نص 1 سنتي أصلا، لأنه العضلة صغيرة. أما تبعت البوتوكس كبيرة، بعض فيها أنا يمكن لعند 5 سنتي ممكن أتحمل. هي الكتاب كتب 10 سنتي الكتاب. ثلاثة may cause local tissue injury، ممكن يصير يمكن ينزل شوية دم، هو بنزلش دم لكن ممكن ينزل، إذا صار دمج لبعض الخلايا والأنسجة ممكن ينزل إيش شوية blood and possibly nerve، ممكن كمان لو أنت حطيت طريقة غلط مثلا في البتوكس ممكن يصير عندك شلل في الدجل أو في الإيد، إذا أنت عملت دمج لبعض الأعصاب لازم تعرف أنت وين تحط إيش الحقن. هي disadvantage لها. إذا بين فول مؤلمة، مؤلمة في مكان الحقن هي فوق less painful أقل ألم، لكن فيها ألم في مكان الحقن، وكمية الحقنة ما بتتجاوز ال 10 سنتي، بمقارنة في الأي في الوريد بتعطي 1000 سنتي و2000 و5000، قد بدك تعطي تفتح برميل عليه، وكمان ممكن يصير شوية دمج وشوية نزيف. نعدي على الانترافينوس في الوريد الاي في دراج دايركتلي، ايش يعني اي في؟ دراجز الادويه دايركتلي بشكل مباشر جيفن تعطى انتو ذا في الوريد، ذي كان بي جيفن از بولس، ممكن تعطيها ايش؟ بولس يعني بشكل متقطع، تاخذ شويه توقف بولس متقطع، يعطي شويه اوقف زي بدناش المثال الفيوز، بدناش المثال، او ممكن بشكل مستمر كونتينوس زي المحلي.
طيب الادفانتج للاي في قال لك هي بتعطي في لارج فوليوم على عكس الاي ام كميه قليله. هنا لارج فوليوم في الوريد كان بيجي كنت تعطي 1000 و2000 10000 سنتي في الوريد. اثنين تو اتشيف هايلي عالي اكيوريت الدقيق اند كويك بلاد ليفل، بتخلي الدواء يوصل ل 100% في الدم بشكل سريع ودقيق وبسرعه بشكل عالي ودقيق وسريع، هي مهمه جدا في الامرجنسي. ثلاثه اكانال تو ادمنستريت دراج، القناه تحت اعطاء الدواء اذ تي بتعطي هي 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 قناه الوريد هو قناه ممر تو ادمنستريت لاعطاء دراجز الادويه ذات اريتيت التي تتهيج انا الصوت يعني الدواء بقدرش اعطيه انا في الاي ام وفي الفم لانه مهيج جدا زي الكيماوي فبعطيه انا ايش اي في، فهو ممر للادويه المهيجه جدا. اربعه ليس بينفول اقل الم اثناء اعطاء الدواء، انت بتعطي الدواء بحسش المريض فقط كل الوجع وين لما تركب الكانولا، اما اثناء اعطاء الدواء غالبا في الشيء الم. هذه من ادفانتج اذا بتعطي كميه كبيره بكون اكثر دقه واسرع وهي ممر الادويه المهيجه. اذا ارجع الصب كيو نوت اذيتنت مش مهيجه، الاي ام ميلد اذيتنت ادويه مهيجه بسيطه، اما في الاي في الاذيتنت كل الادويه المهيجه اعطيها اي في وهي الاسبل، وهذه من الادفانتج. اما الديس ادفانتج الها طلع على الديس ادفانتج اكسبنسيف غاليه غاليه جدا، بدك ممرض اخصائي بدك مستشفى بدك الوريد خطير جدا بدك مصاري بدك كانولا بدك اذا غاليه اكسبنسيف كومبيرد وذ انذر يعني مقارنه بالطرق الاخرى هي غاليه. دايركت اند اندايركت كوست، ايش يعني اندايركت كوست؟ يعني من ممرض قصده من كانولا وما الى ذلك. اثنين تايم كونسيوم بدها وقت، ركب كانولا حط شويه بدك تعطيه ببطء، عندنا ناخذ شويه بدك تعطي الادويه في الاي في الوريد ببطء. تو انسيت كانولا هي الوقت بدك كانولا بدك انت تدق سلولي يعطوه ببطء جدا، هذا عيوب. ثلاثه ليمت بيشنت موبيليتي، عندك تعطي انت مثلا محلول في الاي في ضلك نايم على السرير لما يخلص المحلول. اربعه الريفيرسابيليتي، ريفيرسابل مش قلنا زمان ريفيرس برجع لورا في السياره ريفيرس، اذ هنا الاذ هذه نفي، الريفيرسابل لا عوده فيه زي الكلمه لما بتطلع بترجعش، الكلام لما بيطلع بترجعش. وهذا الدواء لما تعطيه في الاي في مفعوله بدا في الجسم فخلاص فيش عوده فيه لا يمكن ارجاعه. وانس دراج بي انجكت مجرد انت تحط الدواء في الوريد ذير از نو تيرنينج باك، لا يوجد محاوله لعوده للوراء تقدرش ترجع لورا. ذا دراج از ان ذا بودي اند كانت بي ريتريفد، ما بيقدرش يرجع دخل الجسم خلاص دخل بطلعش. لكن انا ممكن اخفف تو مينمايز ريسك، لو انا اعطيت الدواء غلط في الوريد بدي اخفف الخطر تبعه. اي في دراج شود بي انجكتد سلولي، لازم انت عشان تخفف الضرر تبع الدواء هذا الدواء الطبيعي اصلا اعطيه ببطء على الاقل 1 مينت في دقيقه، انا في المستشفى بعطوه ايش بوش بسرعه حط ثانيه يكون معطيه، لكن الصح تعطيه اي دواء في الوريد اقل شيء تقعد فيها دقيقه كامله. قال لي بيكوز اول اوف ذا بلاد، بيكوز بسبب اول اوف ذا بلاد ان ذا بودي از سيركيوليتد، يعني كل الدم بيجري في الدوره الدمويه في الوريد وفي الشريان وما ذلك. بقول لك وانس افري مينت، مش قلنا احنا كل دقيقة هذا كانتوا تعرفوه انه الدم بيطلع من القلب كامل كله، يعني كل القلب بضخ كل نبضة 70 ملي والدم حجمه 5 لتر، فكل دقيقة الدم في القلب كله بيطلع بلف كل الجسم، فقال لك انت خليه اقل شيء 1 دقيقة. ليش؟ لانه كل دقيقة بكون الدم لف كل الجسم 5 لتر، فانت بتحلل الدواء بدل ما تحلله انت في 5 سنتي من الدم بتحلله ب 5 لتر من الدم. تمام باي انجكتين دراجز اوفر 1 مينت، لو انت تعطيه في دقيقه ممكن الدواء يتحلل في اكبر كميه ممكنه من الدم، لانه كل دقيقه القلب يطلع الدم كله بدل ما انت في ثانيه تحط الدواء في 10 سم دم انت تعطيه شويه كل 10 سم تعطيها شويه شويه لما تحلل الدواء قديش في 5 لتر من الدم. فوليوم اوف بلاد بوسيبل، كميه الدم الممكنه، بيقول لي باي دوينج بوصف فعل ذلك so we لذلك we can avoid drug concentration that are unnecessary high or even dangerous، يعني انت تحاول قدر المستطاع تتجنب طريقه الاي في لانها خطيره جدا. خمسه infiltrating، ممكن الوريد يرسب شويه دواء حوالين الانسجه اللي هو حواليه infiltrate يعني يرسب infiltrate يرسب the area around the vein حول الوريد. need to slip out the vein، ممكن الكانولا تطلع من الوريد وتصير تنزل دواء وين تحت الجلد وبين الأنسجة. خمسة ثرومبو فليب آيتس، ثرومبو جلطة، ثرومبو فليب وريد باللاتيني اسم الفين هو فليب وريد، آيتس التهاب
التهاب الوريد الخثي، يعني جلطة تكون في الوريد من الدواء ويصير في التهابات. فضم ريبيتد انجكت، كل ما تحط شوية كان كل الوريد هذا من كثر ما بتعطي فيه انت أدوية بتتعب الوريد وبتلتهب وما إلى ذلك. To minimize this، عشان تقلل الثرومبوفليبايتس، الدرج should be given by IV drip، يعني انت حلل الدواء، كل ما حللته وبطلت اعطائه كل ما انت قللت فرصة انه يصير ثرومبوفليبايتس. حلل الدواء اكثر، يعني لما بدك مثلا تحط دواء في محلول، تمام، كل ما كان المحلول اكبر كل ما كان افضل، كل ما انت حللت الدواء في كمية اكبر كل ما كان افضل، وكل ما اعطيته بشكل ابطا كل ما كان افضل. سبعة، اكسبريست اللي هو السكيل، بدها واحد فنان يركب كانولا منيح على الدواء، يعني بدها واحد ايش متدرب. از نيد تو جيفن انجكت، يعني بدها واحد عنده مهارة. اي في سوليوشن ماست بي كومبليتلي هوموجينس، لازم بدك تعطي انت اي محلول او اي دواء اي في تطلع فيه ما تلاقيش فيه ولا ذره. لما انت مثلا بتحلل سكر، تذوب سكر بميه، ممكن تلاقي شويه سكر في الميه تستغنى عن، يعني ما تدقش كثير، لكن لما بدك تعطي اي محلول في الاي في، قلنا الاي في فقط باخذ محاليل سوليوشن، بياخذش سسبنشن، سسبنشن معلقات، يعني لو انت لقيت اي ذره، ذره الدواء، ضغط شيء في المحلول او في الدواء نفسه، ممنوع تعطيه اي في. فقال لك اي في سوليوشن ماست بي كومبليتلي هوموجينس، متجانس، كله ميه كله سائل. نو سوليوشن كونتيننج فاين، يعني لو انت لقيت فاين يعني شيء صغير جدا، فاين بارتيكلز، لو لقيت اي جزء صغير جدا تمام ممنوع تعطيه. Regardless، بغض النظر of how fine that، يعني بغض النظر عن صغر حجم هذه الجزء اللي تلاقيته، يعني حتى لو كان إشي صغير جدا 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 ممنوع تعطيها. قال لك هنا بغض النظر عن how fine bracket، عن قديش صغر حجم هاي الجزء اللي جوا، should never be inject IV، ممنوع تعطيها IV because of danger of certain immobile، لأنه هاي النقطة، هاي القطرة، هذه الإشي الصغير حتى لو كان حجمها أصغر حجم الرمل، ممكن تملك جلطة وتسكر خلية صغيرة، تمام، أو تسكر شريان، لأنه الشريان لما بصغر بصير شريان وبصير صغير جدا قطره، ممكن هاي الشيء الصغير يوقف داخل شريان صغير ويملك جلطة، تمام. خلصنا هنا الاي في، ومهم جدا تعرف انه الاي في هو طريق لمين، للامرجنسي، بسموه امرجنسي روت، يعطى في الطوارئ. دي من انجكشن، خلص الانجكشن، انتراديرمال، انتراديرمال في الجلد نفسه، احنا خدنا صب كيو تحت الجلد، لو انا مسكت جلدي اعطيه تحت الجلد، يعني بين الجلد والعضله. اما انتراديرمال في الجلد نفسه، انت بتعطيه في طبقات الجلد، في الجلد ايش، في الجلد نفسه. This is given into the layer، بتعطيه انت في طبقات الجلد مش تحت الجلد، في الجلد نفسه، زي الفيسكين، اللقاح، اللقاحات بيعطوها ايش في الجلد نفسه، البي سي جي، لقاح للاطفال. الاي هنا في شيء اسمه انترا ثيكال، في الحبل الشوكي، injected into the subarachnoid space، فيش في الحبل الشوكي، subarachnoid of the spinal cord، في الحبل الشوكي زي السباينال، زي التخدير عن طريق الحبل الشوكي، تخدير، تخدير نصفي. اللي بعدها intra peritoneal، في غشاء البطن، غشاء البطن هذا ممكن يعطوا فيه ادويه، intra peritoneal في الغشاء البطني. injection given into the abdominal cavity، زي الانفت سالاين، محاليل السالاين او جلوكوز للاطفال بيعطوه، كلام هبل. اللي بعده انترا ارتيكولار، داخل المفصل، انترا ارتيكولار، انجكت دايركتلي انتو ذا جوينت، في المفصل نفسه بيعطوا بعض الادويه داخل المفصل، زي الهيدرو كورتيزون في المفصل نفسه. وفي في العظم، في الامرجنس زي الاي في بيعطوا في العظم نفسه، لو انت في الساق تبعك دخلت النيدل فيه تجويف عظمي، نخاع العظمه في نص العظمه في تجويف، بيعطوا فيها كمان، بيعطوا فيها. هيك خلصنا الانجكشن، تمام، خلصنا الانجكشن كلهم، اللي هم السب سبكوتينيوس والانترا ماسك، والانترا ماسك في الاي ام في العضل، والاي في، وكمان الانترا ديرمال، والانترا ثيكال، والانترا بريتونيال، والانترا ارتيكولار داخل المفصل، وممكن في شيء اسمه داخل العظم بس انا نسيت شو اسمه، ممكن هي نفس هاي الجمله او لها اسم ثاني. توقف فينا ونكمل المحاضره القادمه، ويعطيكم الف عافيه.